نادين الرأسي تبكي الآلاف بأحدث ظهور في عيد الصليب، ما قالته لشقيقها جورج الرأسي مؤثر جداً. بمناسبة عيد الصليب الذي يصادف اليوم 14 أيلول، نشرت الممثلة اللبنانية نادين الرأسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستغرام مقاطع فيديو تظهر التحضيرات التي قامت بها نادين ومجموعة من عائلة وأصدقاء شقيقها الفنان الراحل جورج الرأسي. ولفتت نادين في الفيديو إلى أنها تقوم بكل ما كان يرغب جورج الرأسي القيام به، حيث أبكت المتابعين بكلامها، إذ قالت إنها لا تزال تنفذ عادات شقيقها حتى في غيابه، ولا سيما ما كان يقوم به ليلة عيد الصليب مع أصدقائه، حيث كان يجتمع بهم بالقرب من تمثال مار شربل. وقالت نادين الرأسي في الفيديو: مش انت يا خيي علمتنا على عيد الصليب نولع نار حد مار شربل ونصلي؟ تكرم عينك يا عمري، حضروا لك كل شي يا ماما وعارفينك انت معنا يا عمري. مش انت يا خيي علمتنا عيد الصليب نولع نار على جبل حد مار شربل ونصلي؟ تكرم عينك يا عمري، ما في شي حيصير بدونك ولا شي. جرجي ما قبل خصي غير ما يعمل اللي انت بتعمله كل سنة عيد الصليب، مش هيك خصي؟ 100%. ها شفت يا أمي؟ لح وينك يا ماريز؟ حضروا لك كل شي يا ماما، الأكل كل شي يا عمري. ها وهيدا مار شربل، عارفينك انت معنا يا ماما، عارفينك انت معنا يا عمري، والله حسيتك يا عمري إجاك معي والله. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تداولوه بشكل واسع، متمنين أن يلهم الله الممثلة نادين الرأسي الصبر لتحمل فقدان شقيقها، كما تمنوا الرحمة لروح جورج الرأسي. حبك لحدود الإدمان أكثر ما تخيل إنسان وانت جوا. هذا وكان الفنان اللبناني جورج الرأسي توفي خلال عودته من سوريا بعد إحيائه حفلاً غنائياً هناك، حيث اصطدمت سيارته بالفاصل الإسمنتي في وسط الطريق ليفارق الحياة ومديرة أعماله زينة المرعبي، تاركاً خلفه مسيرة فنية مميزة وأجمل الأعمال الغنائية التي ستبقى في أذهان جمهوره ومحبيه إلى الأبد. وشهد يوم وداع جورج الرأسي حضور عدد كبير من أصدقائه وزملائه من أهل الفن والإعلام الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيله، كما أشارت شقيقته الممثلة نادين الرأسي في حديث للجديد إلى أنها تريد معرفة لما حصل هذا الأمر، محملة بالمقابل المسؤولية للمعنيين عن الإهمال الحاصل والذي يؤدي إلى خسارة خيرة الشباب اللبناني. كان عبالي أعرف ليه هيك صار فيه، ولازم كل إنسان بهالبلد يتحمل مسؤولياته. شباب جامعات مدارس بيعلي بيقطعوا طريق بيروحوا مدرسة ما بيجوا على البيت، إنه كتير هلأ. ومطرح ما جورج صار معه الأكسيدان، في 4 أكسيدانات غيره مات قبله 3، وجورج والإعلامية اللي معه صاروا 5، إن شاء الله بس يوقفوا على 5، ما بدو أكتر من هيك. تزارتي من وزير الأشغال علي حمية، ولكن حملت المسؤولية للي كان مسؤول عن هيدا البلوك. لكون كتير صريحة واضحة كل العالم، أنتو بتعرفوني أنا حدا كارت سورتابل، ما كان معربش عمود الكهرباء واحترق، ولا كان بعرسال عم بحارب، ولا هربان بالبحر وغرق. أنا بعرف كل شيء له علاقة بالطرقات، بيكون وزير أشغال صح؟ إنه خي راح أشغل شيء، هلا حضرته يمكن هو ما عارف، في حدا مسؤول، في متعهد، مين بقى؟ اكيد بعتذر منه لمعالي الوزير اذا ما له علاقه، بس اكيد بطلب منه يعمل شغله للاخر ويشوف مين كان له علاقه لنختمها بجورج، مش هيك؟ ولا عبالكم ولادكم كمان يصير فيهم هيك؟
من جهة أخرى، وبعد أن كشف المؤلف الغنائي توني أبي كرم في حديث للجديد عن ديو غنائي سيجمع الفنان الراحل بشقيقته نادين الراسي، حيث تم تسجيل الأغنية في الاستوديو وكان من المقرر إصدارها في الجناز 40 لجورج الراسي، تفاجأ أبي كرم ببيان تحذيري صادر عن العائلة. قالت فيه: يهم العائلة أن توضح أنه لن يتم إصدار أي ديو جديد يخص الراحل، مضيفة: بالتالي يرجى التوقف عن إطلاق الدعايات والسكوبات لأغراض خاصة، لاسيما أن العائلة في حالة حزن عميق. خلي أفبالك أنا عايش كرمالك. من هنا أكد المؤلف الغنائي توني أبي كرم في حديث للجديد أن لا مصالح شخصية له في الديو الذي كان من المفترض أن يبصر النور قريباً، إنما هو مجرد لفتة من القلب تخليداً لذكرى وروح الفنان الراحل جورج الراسي، مشدداً على أنه احتراماً لرغبة العائلة تم إيقاف التحضيرات.